عام تاسع وأبطالنا يلتحفون السواتر وما هدأت لهم قوة ولا عرف الرجوع ولا الخنوع. عام تاسع وأبطال الحشد الشعبي ثابتون في الميدان كالرواس الشامخات. عام تاسع ونحن نجتمع لنحتفل بفتوى التحرير والتطهير، فتوى الشرف والعزة، فتوى استنهاض الهمم وتنكيس رايات البغي. عام تاسع ولا فضل يساوي موقف السيد علي السيستاني وكل قادة الانتصار. اليوم للشهداء حقاً علينا، فهم رجالنا امتطوا الريح جياداً نحو ميادين المواجهة والتحرير ولم يرجعوا حتى مطلع النصر. الحضور المبارك يا أنصار حشد الله مع حفظ الألقاب والمقامات، أرحب بكم من على منصة أنصار الحشد، أرحب بكم عبر جهات العراق الأربعة، جنوب القلب وغرب الفؤاد وشمال السلام ووسط المحبة. أحبتي، أنا على يقين تام أن الربيع الذي يسكن هذه القلوب لن يعتريها الخريف، وتضاريس هذه الأرواح موسمها واحد، هو البقاء على قيد العراق، هو البقاء على قيد محبتنا للحشد. والآن نحن على موعد مع الأرواح التي صافحت الشمس كل يوم، لنقف لنقرأ سورة الفاتحة المباركة للأرواح التي رحلت عنا، وهم متواجدون معكم وبينكم لشهداء الحشد الشعبي ولقادة الانتصار. نقرأ الفاتحة على أرواحهم مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. ثبت عندنا النصر مو رؤية هلالك، ثبت عندنا النصر مو رؤية هلالك، عالساتر اليوم تعيد رجالك، لا مو بالسماء، لا مو بالسماء، هلال الزلم شاجور، هلا بالصاحة طبها وقلت هنيالك، قلت هنيالك، شلك بالورد وهدوم مال العيد، عيد بالحشد يا موطن احلالك. نعم، هذه الابيات كانت لفارس بغداد شاعرنا المعطاء علي خلف، المنصه لمن سيؤكد لكم بادواته الشعريه وبقصيدته الجديده: لا يستباح وطن فيه سواعد من عزم وضمائر على قيد الانسان علي بن ابي طالب. أنا وأنتم والشاعر الكبير جواد الحمراني استقبلوه بالتصفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا بيهم، هلا بيهم، هلا بشهقة سراقيهم، هلا بيهم، هلا بيهم، هلا بشهقة سراقيهم، أريد أمشي وصادقهم سنخت بنادقهم، أريد وصادقهم وابو سنخت بنادقهم وحط قلبي على رجليهم. هلا بيهم، هلا بيهم. إلى أبطال الحشد ومحبيه ونواصبه وأعدائه، قصيدتي لهم جميعاً. انطيني تراب، انطيني تراب بسطالك وعطرها ورش على الخريطة وبي أبخرها، وحط بكل مدينة شاربك تمثال، فوق خشوم عدنا هواي كاسرها. انطيني تراب بسطالك وعطرها ورش على الخريطة وبي أبخرها، وحط
وحط بكل مدينة شاربك تمثال فوق خشوم عندنا هواي كاسرها. ثلاث حروف اسمك وانت ضاغط ناس وبخلاط مال ستيل عاصرها. أحط بكل مدينة شاربك تمثال فوق خشوم عندنا هواي كاسرها. ثلاث حروف اسمك يا عكد، ثلاث حروف اسمك وانت ضاغط ناس وبخلاط مال ستيل عاصرها. هذا انت الحشد كأنك اخو العباس اللي ما ترضى تأدب على الحبل شرها. هذا انت الحشد كأنك اخو العباس اللي ما ترضى تأدب على الحبل شرها. مثل قصة علي ويا آل أبو سفيان، قصتك يا حشد وعداك شاهرها. لليوم العرب من سوءة ابن العاص سودة وجوهها ومستحية تذكرها. كل ما تقترب وتريد يوم تقول حقك يا علي تغص بمقابرها. مثل غصة بعضهم لو سمع أسماء سليمان وجمال تقول ساطرها. مثل كل ما تقترب قريش، كل ما تقترب وتريد يوم تقول حقك يا علي تغص بمقابرها. مثل غصة بعضهم لو سمع أسماء سليمان وجمال تقول ساطرها. مثل غصة الدوني اللي جا من ناس زرفة وجه أبوه واليوم يشكرها. بس قول الحشيد تعرف حليب الناس وابن الراخية الحل الضفايرها. بس قول الحشد تعرف حليب الناس وابن من؟ ابن الراخية الحل الضفايرها. بس قول الحشد بالدولة، بالدولة تطلع ناس تمدح لك رغد وتريد خاطرها. بس قول الحشد بالشيعة تطلع ناس ويزاد الكلب ذبه وحبل سرها. بس قول الحشد بالشيعة تطلع ناس تلثم لا تشم ريحة ضمايرها. إذا شيعي أو تسمعه يشتم بإيران وبولد الحشد هاي انت قدرها. لو خيط البعث بالنطفة ما شويا، لو مصر بوكتها العين كاسرها. بس قول الحشد بالشيعة تطلع ناس ويزاد الكلب ذبة وحبل سرها. بس قول الحشد بالشيعة تطلع ناس تلثم لا تشم ريحة ضمايرها. إذا شيعي وتسمعه يشتم بإيران وبولد الحشد هاي انت قدرها. لو خيط البعث بالنطفة ما شويا، لو مصر بوقتها العين كاسرها. موسى الأشعري غير الحشد ما يشوف، وما ظلت فصائل ما مكفرها. ما يحبوك لو ينزل نبي من فوق وفلوش وذهب باكر تمطرها. ما يحبوك لو ينزل نبي من فوق وفلوش وذهب باكر تمطرها. سلالة من البعث والآل مية، وشوف ما تميز وجهها عن قناة. سلالة من البعث والآل مية، وشوف ما تميز وجهها عن قناة. درها تشتم بالحماها من الذبح والعار، وتحل للقبل شلع اظافرها. سلم لليعادي مذهب اهل البيت، وحرب للولايه والولو سرها. تصرخ تبعي وتقول عنا ذيول، وتمدح بالوهاب الامس فجرها. انت منين شيعي؟ انت كنكم ناس، انت منين شيعي؟ انتو كنكم ناس حلفة زور والعباس ساطرها. انت منين شيعي؟ سلمون لليعادي مذهب اهل البيت، وحرب للولي وحرب للولاية والولي وسرها. تصرخ تبعي وتقول عنا ذيول، وتمدح بالوهاب الأمس فجرها. بويا انت منين شيعي؟ انتو جنكم ناس حلفة زور والعباس ساطرها. بعض شيعة علي عظمة بلهات الدين،
وعالشيعة فقط تلمع خناجرها تتنافخ حقد ومتانية الفرهود ومحضرة السيوف بصف منابرها. السب الحشد مني اخذها وروح، والركضة فرح من قتلة واشترها. اشتمها برقبتي وقول قال فلان، وانبش بيت ابوها ولا بطاهرها. بس شيعة الفتوى والولي الاقحاح، والباقي قشر بالحاوية اشمرها، الباقي قشر بالحاوية اشمرها. شكرا. الحق ما ينضم بالبير وشافوه. شكراً لشاعر التاريخ، شاعر الرجال، شاعر المقاومة، مانح الآذان قوافي الثبات. شكراً لجواد الحمراني، علي السستاني، علي السستاني نادى وصحنا يا حياك، علي السستاني نادى وصحنا يا حياك، يا سيد علي كل العراق وياك. من صدرة الفتوى، من صدرة الفتوى، من صدرة الفتوى بدمنا بايعناك، وللفرض الخامس حجينا. نعم، هذه الأبيات هي لناظم الحرف ولسابك القافية ولمصور الصورة الشعرية. عندما احتدم النزال رأيته يرتزج الأهازيج نصرة لإخوته الذين سكنوا سواتر الحرب. المنصة الآن للشاعر الأستاذ الشاعر الكبير ناظم الحاشي، استقبلوه بالتصفيق. بيتي وبيت ابوي شلون من تريد اعوف لك البيت وتقعد ببيتي، وخاف تعز علي الروح وانطل بيت، شديت الرجل بعقال شفيتي. اخاف تعز علي الروح وانطل بيت، شديت الرجل بعقال شفيتي. اذا مرني الزعل وانكت عبات بغيظ، وعلت انكت زلم على الزلم خاشيتي. واذا عن الشجاعة الحشد شاهد حال، واذا عن الكرم شاهد عزوبيتي. علمني الحسن كل الكرم ما يصير، حبة تمن بجفشي صينيتي. انا شلت العلم للعرب بالتحرير، وساريت العلم لليوم ساريتي. وانا راس العرب من شان عدهم راس، وهسه ذيول هتشك بعروبيتي. موش من العروبة المالة شجر وياي، وام الرضعت يعرب عراقيتي. انا ما جرت بواكب للنصر فديوم، لو ما للنجف جرت توابيتي. ولا ثبتت عقل للعرب فوق الروس، لو ما ثابت على الراس بيريتي. بهدوم الحشد بالكم يمي، بهدوم الحشد رحت الهلي ورديت، ومرات بعلم مو بدل حشدية. ولا بايق صواع الملك حتى تقول اخو يوسف طلع من الحرامية، ما بايق صواع الملك حتى تقول اخو يوسف طلع من الحرامية. اجيت من الجنوب ومتت بالانبار، دفاعا عن شرف عزة الغربية. بعد ترشيت بنت لبنتك وهديت علام ان ذنها تطيح ترشية. بعد ترشيت بنتي لبنتك وهديت علام ان ذنها تطيح ترشية. شبر بتراب قاعك ما الي وياك، وساسا بالإلية كل شمالية. دم تحرك وما ردت شيل الطيح،
وتعير بالسنجار مسبيه انا الرديه ثار الطوفه وبالماي رغم انف السياسه الانبطاحيه باسم بكل حشد باسم بكل فخر واعلنها للتاريخ ردت هيبه الدوله العراقيه انا الحشد الزرع بقلوب داعش خوف وسل السيف بالروضة الحسينية ونصحت لعلي السستاني عد عناك يوم الصدر الفتوى الكفائية خادم خادم شبر بتراب قاعك ما إلي وياك وساسا بالإلية كل شمالية دم تحرك وما ردت شيل الطيح وتعير بالسنجار مسبية أنا لردية ثار الطوفة وبالماي رغم أنف السياسة الانبطاحية باسم بكل فخر وأعلنها للتاريخ ردت هيبة الدولة العراقية أنا الحشد الزرع بقلوب داعش خوف وسل السيف بالروضة الحسينية وانا قلت لعلي السستاني عد عيناك يوم الصدر الفتوى الكفائيه صلوا على محمد وآل محمد لا يحط روحه بيها مع الاسف انا الضوء على القصيده جديده حبيت ان اقراها بس ما جاي اشوف كلماتها لا يحط روحه بيها تشان مو بيها لا يحط روحه بيها تشان مو بيها ولا يصعد المهره لموش راعيها ما محسوب ابنها لما نكتها وقام من شاف الزلم نكتت خواتشيها لا ما يصير ياكل حصه الصياد الباشا اتفقته وما جار سرقيها الما يندل زمرهن وين وجهه يصير ويدا برص في شقهن ما مشويها لبو الفتوى الفضل مولد تركها وراح وخلى ابن الزواني يروح يسبيها ثلث قاع العراق سلمت للموت وثلثين البقى بكل بيت ناعيها كفت والدواعش وصلت لبغداد وارباب الحكم عافت كراسيها وزار صوت الاسد من العرين وصاح حي على الجهاد بحد مواضيها شعب ما شن على السستان فتوى انطاشن القائم الموعود منطيها جبنا الفتوى وغطينا جبنا الفتوى وغطينا على جبنا الفتوى وغطينا جبنا الفتوى وغطينا راس كان مكشف جبنا الفتوى وغطينا الراس كان مكشف جبنا الفتوى وغطينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشرد لو طب وحجز الخير احنا اشرد لو طب الحق ما يرضى بالبير وشافوا الحق ما يرضى هاي 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 القاع خافت من خدوها وصاح قاسم انا اخوها اليوم تنرد بينا اليوم تنرد بالحرب حشمنا صوته فات على الموت ويا خوته الليل عاشق عين الليل عاشق اثنين شي ابو خدو دور الشباب رقاد غيره ويا الحرب قلبوها داعش يحط رايته وقبل الرفيق جف ابو مهدي الشهر شلاه الحق ما يرضى الحق ما يرضى الحق وحق روح ابو مهدي وقاسم عضيده يا هلا يا هلا وحق روح ابو مهدي وقاسم عضيده اخذنا بثار كم مرات لكن لازم نعيده وحق روح ابو مهدي وقاسم عضيده اخذنا بثار كم مرات لكن لازم نعيده
ولد اختك الخال مصيدي لبعيده، وياي ولد اختك الخال مصيدي ولد اختك الخال مصيد حق روحه خلينا العايل مثل الطفتوتك بس نقصها اثنين لابو محمد مثل الطفتوتك بس نقصها اثنين زينب ماكو بيها وماكو بيها حسين يا رايك من علي والحجة وذولا منين مثل الطفتوتك بس نقصها اثنين زينب ماكو بيها وماكو بيها حسين يا رايك من علي والحجة وذولا منين الراي وافرضه واخذ حقوقي هل معدان هار خال الشروقي يبتها بزود انا ولا صرت لوقي عم مقراص عم يشهد مقراص ام عتيبه يشهد مقراص اخلع كفيك فذا وطن فيه العباس يمم عينيك برؤيته وزر الإحساس سبعة آلاف قصته ترويها الناس فيه العباس فلا تسأل أين الماء لو ما فتوتك ضاع العراق وراح وشا خلص عمرنا بضيم ما ينزاح يا سيد علي يا سيد علي السستاني يا خيمة قول بعطاها تفرق الغيمة تزقيهم سوى العاقول والتفاح نعم هذه الأبيات كانت لشاعر العراق الكبير سمير صبيح أما الآن أدعو من سيرتل عليكم إبداعه الجديد بحق الرجال وحشد الرجال نعم أنا وأنتم والمنصة ودفتها والشاعر المبدع الشاعر المهم صباح العتابي استقبلوه بالتصفيق اشرد لو طبه وحشد الغيرة احنا اشرد لو طبه الحق ما يرضى بالبير وشافه الحق ما يرضى الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهنئكم وأبارك لكم ذكرى تأسيس الحشد الشعبي الأبطال ونهنئ صاحب الزمان عجل الله فرجه بهذه المناسبة العظيمة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد أكو خير خذوا حقه أكو خير خذوا حقه وتهجر غصب عن داره دعوا شيب لحد ما صار شيب أشراع بحاره رب بداعة العباس ارزقنا بزلم صقاره ظل يدعو ويبكي على دياره تعبنا يقول يا رب وندور للظهر تشوى نريد اولاد تفاقه ترد ايامنا الحلوه وما يقطع اله الكون مرات الرزق فتوى ما يقطع اله الكون مرات الرزق فتوى وفتوى مرجع جازانه صارت فتوى ابن حسين وولد حسين في زعوله ما قصره ورفعت راس لعبه وبالخصم جوله الكلفة تقبض الدلال قالوا عنها محلولة والقاع الراحة تردوها ولدك يا جمال انشاط طفوا للوطن ناره وصدفوا ومروا بخير القتلك دعا يرد داره قالهم هلا بدعوتنا اندعينا وانتم ابشارك انتدعوا هسه اللطاني كل من يقلك انكسروا قل له موت
كل من يقول لك انكسره وقل له موت. الرابع حيدر ابد ما ينكسر، ماكو حل ثالث اذا ندخل نزال، اثنين عدنا ننتصر او ننتصر، ماكو حل ثالث اذا ندخل نزال، اثنين عدنا ننتصر او ننتصر. ما توي الشياب قدمنا الشباب، خاطر اللي ينخانه ما يسمع عذر، فرق بين البزغر باكي الحسين وبين اللي يبيع القضيه من الزغر. ماتوا الشياب قدمنا الشباب، خاطر اللي ينخانه ما يسمع عذر، حافظين المعركه وعدنا الطريق من خيام حسين حد سيف الشمر، فرق بين البزغر باكي الحسين وبين اللي يبيع القضيه من الزغر. الراد يشرينه نتعبش ما يسوم، الدم الشروق ولا يرهم سعر، احنا نرتاح بصريفه بصريفه وسبحه طين، وما تلوق علينا حيطان القصر، اسال الساتر يخبرك بالجواب، ظل ورانا وعبرت عليه السمر. اسال الساتر يخبرك بالجواب، ظل ورانا وعبرت عليه السمر. لون سمعتنا مثل شيبة جمال، وبينا من دم صاحب الهسة العطر، انصالح اسرائيل انصالح اسرائيل الا بشرط تكون اذا شفنا الثلج يمشوا يا الجمر. واخيرا بهذا المكان البعض احتفلوا باستشهاد القادة، وتلك الأيام نداولها بين الناس. اليوم احنا نقف مفتخرين بالقادة، فإلى الشهيد أبو مهدي المهندس، إن شئتم أن تقرأ هذه القصيدة اسمعوني صلاة تليق بمحمد وآل محمد بأعلى أصواتكم. قضت ثالث سنة وما خلصت الشدة، قضت ثالث سنة وما خلصت الشدة، وحنظل فرقتك بول طعم بعده، حاولنا نلمك بس نلمه شلون من الماي فوق الماي يتبده، حاولنا نلمك بس نلمه شلون من الماي فوق الماي يتبده. رحت وي ما حلى بعيوننا البستان، وهستوى الورد ويا الفجر نده، مناشغ فرقتك بشوغة المسجون، وعدو قبال عينه يذبح بولده. شنو من ملوحة بيك ومسخة بلياك بحيث نموت جوع وزادنا نرده. شنو من ملوحة بيك ومسخة بلياك بحيث نموت جوع وزادنا نرده. وقل لصاحبك نفس الوجع فرقاه، لا عباله عن احزانك انفرده، قل لصاحبك نفس الوجع فرقاه، لا عباله عن احزانك انفرده. جفين ووجعكم ما تميز الروح، وما نعرف من اول لو منو البعده، ضيعناكم وفرهد صبرنا الحيف، وعرفنا بقيمة الهادود بالهدة. هي المشكلة من يوقع لنا فياي وبوقتها وعود، نعرف بالشمس جلدة مني في ظن نهر والسلف يجلي بعيد بساعتها، ونعرف بقيمة السدة. صلوا على محمد وآل محمد. هاي وحدة أم من الرمادي قالوا لها خوما الدواعش وصلوا للشيلش، قالت لهم اللي يفكر منهم يمد ايده على الشيله يسطر ابن الحشد اسرع من الشيله، اللي يفكر منهم يمد ايده على الشيله يسطر ابن الحشد اسرع. تقول يضحكون الدواعش والبكي يبدي، منقل لهم جوكم ولد ابو مهدي، بابي من الحشد لما وقع جندي
بالمعرض جومت ترابه من طبل المقبرة افتخر باخواني زلم باش عليهم على السستاني جو القاع واحد قال للثاني لا ترمش خافوا يفزعونه اس يا القيدو علمن الحشد مناصبكم عقلكم فدوى يروحن ويبغضونك يا ابو مهدي رغم غايب حقهم باستهزاء قال لي الشايب تقطع باستهزاء قال لي الشايب تقطع بثواب حسين قلت له الشايب توزع ضحك 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 وشر على الطيارة قلت له الله اخذ لك زلمة ما قدروا له بالمدفع ردوا قال لي يقولون صار رماد قلت له وعلي فاتك ميت ويلمع هذا 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 الصور تقامت تطيح فصول هذا على عرش قلوبنا تربع ماخذ ثاره باستهزاء خادم باستهزاء قال لي الشايب تقطع بثواب حسين قلت له الشايب توزع ضحك والشر على الطيارة قلت له الله أخذ لك زلمة ما قدروا له بالمدفع هذا الصور تقامت تطيح فصول هذا على عرش قلوبنا تربع ماخذ ثارة من شتالة ليه قدام ما ينتظر واحد ياخذه مربع ردوا قال لي رجع قال لي انتهى مفعوله رجع قال لي انتهى مفعوله ما ينفع ضحكت بوجهك القوتي وقلت لاسمع مو بس بالحقيقة مخوفك الباشا تبلع ريجك من تشوفه على الشاشة مو بس بالحقيقة مخوفك الباشا تبلع ريجك من تشوفه تخاف من الحلم خلاك من تنام حدر فراشك تبيت الرشاشة ومشتاقين لك يا حج قاسم حيل مشتاقين لك يا حج قاسم حيل وبعالم الرؤية عيوننا التاني مبلل قبرك اللي هسه بس مو ماي هاي دموع سيد علي السستاني احنا الحشد اللي ما يتعب طبع الموت ونتقلب احنا الربان الشايب بلغوا الحاضر والغايب انهد الحين اصباع الليل اولاد الشايب دفاق على السواتر ليلهم ونهارهم صوب النزال تقدموا ها قد اعادوا الطف في ساعاتهم حشد الحسين وهان عندهم الدم انعم بهم أولئك كفء الملتقى لبوا نداء الأرض فانتصروا هم حشدنا حشد الحسين من ضمير كاللجين القادمة إلى المنصة جاءت محملة برسائل الحنين شاعرتنا هي التي يكتمل عمرها باكتمال قصيدتها أنا وأنتم وتصفيقكم الحار نستقبل سوية الشاعر شهد الخزاعي على من قالوا كلمتهم عندما أرادوا أن نسكت عن الحق في كل حين نستذكر دماء الحشد الشعبي يا الأبطال يا ذاك الهدوء التارس البيت يا ذاك الهدوء التارس البيت أو يا ذاك الوقت ما نعرف عظام فجأة الضحكة ماتت والدمع طاح واخبار الجنايز طالت ايام
صوت تشيله طالع ما ادري منين، او ذيك الليله فن اللي يقدر ينام ليلش طولها وما خلصت بساع، ظلت مستمره وطالت اعوام، والحل كان فتوى ترجع الثار، والحل كان فتوى ترجع الثار، والحل كان فتوى ترجع الثار، بس مكتوب بيها تروح الازلام. تشاوحنا البنات نبكي بالباب، هم نريد ناخذ ثار الايتام، تشاوحنا البنات نبكي بالباب، هم نريد ناخذ ثار الايتام، بس شفنا الوضع مو مالة عناد، عفنا سيوفنا وكضينا الاقلام، بس شفنا الوضع مو مالة عناد، عفنا سيوفنا وكضينا الاقلام، بخت عدنا زلم والخلت الناس ما تحلم تشوف الجو للثام، ندري ومو وقتها ليش وشلون، مضمام الوقت مو خاش مضمام، خلوهم قطن يمديرة النار، او مثل طقة الحافر طق العظام، ما خجلانا دجلة بوقت الغروب، هاي قصص ولدنا ودمهم الخام، ما خجلانا دجلة بوقت الغروب، هاي قصص ولدنا ودمهم الخام، ماتوا حتى نحكي ونبقى عدلين، وانهدمت احلام وعاشت احلام، يا قصة فخر والعالم يحير، ما حد يختصرها بدور الافلام، يا قصة فخر والعالم يحير، ما حد يختصرها بدور الافلام، الحل كان فتوى ترجع الثار، هذا الحكي ما ناقلت الاعلام. موت العزاز يتعب العين، موت العزاز يتعب العين، ما ينقضي بدمعات السنين، ذول عليهم متنا مرتين، بسماءهم من نغلط نصيح، ودموعنا ما ندرو الطيح، ولكم يا قبر هذا ويا توابيت، يطولكم مالت مراجيح، عفنا البيوت ونهوى القبور، بترابهم نتحنى ونزور، نحرق بصابعنا على التراب، ما عدنا حتى نجيب البخور، مو قوة صار الدمع تعويد، عالنام وشاغتهم الزيد، والصورة ظلت يم المخاد مثل الملابس ليلة العيد، أنا لي فكريج على دمعه، ومن الصبح لليل ينعمات القبل بعدال تسعة، ضميت مضمام التراجي، ضميت مضمام التراجي، حزد ورسومك والمحاكي، ياهو اللي بقد عليك باكي، دمع يا الفاق دولادج ما تردين، دمع يا الفاق دولادج ما تردين، ردت وجناتي هدومي ما تردين، صدق بالمقبرة ما مش ما تردين، يفز وليد ويسدل علي، شاعر شهد الخزاعي. شبابنا وناسنا واخوتنا، موجود بيناتنا ضيف، هذا الضيف مهم وخدم النص الحسيني وخدم القضية الحسينية وكتب مئات القصائد لملا باسم الكربلائي، فباسم جمهور أنصار الحشد الشعبي بس نرحب بيه، خلي نرحب
بالسيد عبد الخالق المحنة بالصلاة على محمد وآل محمد. شكرا لكم. كان برايهم رايات نطيح ونهار الغيرة يطلع يطلع طاف ضي ما يدرون صرفنا الشواجير وتحركنا بأتم الجاهزية خضر جيش من بيبان البيوت وصبغناها الشوارع عسكرية هجوم أمرلي موجودة الشمس بيه وانطتنا بضواها الأولوية ومن شافتنا صاحت للقمر روح من شافتنا صاحت للقمر روح راح أبقى ويا ولد المرجعية. كل هذا وأكثر كان من إبداع الشاعر الكبير شاعر ذي قار إيهاب المالكي أنا وأنتم وشاعر ينتمي لوارثو العشرين ونصرها المؤزر أنا وأنتم والشاعر الكبير محمد العاجيبي يستقبلوه بالتصفيق الحار. جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا فداء للمرجعية ولدماء الحشد ولصولات الدماء برفع الأيادي جميعا 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 الواقفين منا ومنا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد ولكن تصل إلى قبور الشهداء. أي أريد الثانية بأعلى أصواتكم لهسا ما طلعنا وروح الحسين أو لهسا ما شفت شمرة الخاشية اشتريد تهدم بيوت القراعين يا سودة بوجه بوك الهلبلية دقرب يا معلي أو شوف الرد شلون لذوقك شكب العالم منية أو كلام الله ترد لجدك فلان إذا رفعت ديها المرجعية أو كلام الله ترد لجدك فلان إذا رفعت ديها المرجعية. أريد الصوت يطلع من القلب مو من اللسان. لا إذا رفعت ديها المر الحشد باقي ويظل زمور فعلية ما دامك سيد يدعي يومية الحشد باقي ويظل زمور فعلية ما دامك سيد يدعي. لا غير هذا غير هذا. لا الجمع الموجود أقوى من الصوت لازم. ها ما دامك سيد يدعي منا ما دامك سيد يدعي ما دامك ما دام ابو محمد بالقلب فهنا وجود الشيء اكيد بزود راعيه تعلق تنتقد يبقى الحشد فوقك تعلق تنتقد يبقى الحشد يبقى الحشد الموقف يظل موقف إلي وعلي أسد غاب الحشد معروف أبو الحصين إذا ذم الأسد يكسب الواوية أسد غاب الحشد معروف أبو الحصين إذا ذم الأسد يكسب الواوية حشدنا ما ينز بخت أبو محمد بي وكبيل أبو صالح سطرة غيبية مشوا شق بالمناطق شق بالمناطق مشوا شق بالمناطق مثل شق الجام مشوا شق بالمناطق مثل شق الجام ومشي الهادود يرفع راس راعية خلفة مرجلة ولليوم اظن يمشون لون ما قاضي حدود العراقية الحشد حاجز مكانه او يندل المقعد دوم مثني بالخطوة الإمامية دوم مثني بالخطة الإمامية القاعد صدر والركاب تحكي عليه أصلاً لا يقلب حكي العبرية القاعد بالصدر القاعد بالصدر شيخ الثمن يحجون أصلاً ما مقلب حكي العبرية اللي يذم دم الحشد ماسخ من السباح برديت اللي يذم دم الحشد ماسخ من ال ماسخ من السباح أساسا من الولد بيسوء تغذية وكبر شتحولت من نقص فيتامين إلى أنصار يملك نقص تربية جيوش الما وراء الدقم شتحسون القاعد صدر والركاب تحسون
تحكي عليه اصلا لا يقلب حكي العبريه. اللي يذم دم الحشد ما صخ من السباح اساسا من الولد بيسوء تغذيه، وكبر شتحولت من نقص فيتامين الى عنصار يملك نقص تربيه. جيوش الما وراء الدقم شتحسون بس لا عدكم الشغله انتفاضيه. المراجل بالفعل مو من ورا الكيبورد بس مو صوتكم صوت المثالية. أي نصفق للدماء جميعا يستاهلون إلهم إلهم مو إلي أنا لا. جيوش الماوراء الدقم شو تحسون بس لا عدكم الشغلة انتفاضية. المراجل بالفعل مو من ورا الكيبورد بس مو صوتكم صوت المثالية. النخلة بالطحين وخبزة بتنور شبلاها ما من نخلة ولادها شوية. الخبزة بالطحين وخبزة بتنور شبناها ما من نخلة ولادها شوية. يهي هذا الحش التربية الزوار، يهي هذا الحش التربية التربية عيد الدق رصاص وعيد لطمية، عيد الدق رصاص وعيد لطمية. حشدنا مهندم ومتربع التاريخ من أول ورقة للفهرس رجولية. اخذ هيج زلم من وقفة أم عراف كسرها وقام يتهدد بعوشية. اخذ ناس بوقت كان اقتصاد رواح شمرة وروسهم شمرة تشفية. بسنة 14 كان النفس شتال بوقتها نباق من الفو أبوكتها عيدها. بسنة 14 كان النفس شتال بوقتها نباق من الفو. واذكر يوم جمعة 14 شعبان انطلقت فتوته وكانت الظهرية. زلم قطعة غداها وركض لمشاجور بشمغ ما لحقت تلبس البيرية. حشدنا مهندم ومتربع التاريخ، حشدنا مهندم ومتربع بعد بعد متربع من أول ورقة للفهرس رجولية. اخذ هيج زلم من وقفة أم عريف كسرها وقام يتهدد بعوشية. اخذ ناس بوقت كان اقتصاد أرواح شمرة وروسهم شمرة تشفية. بسنة 14 كان النفس شتال بوقت هنباق من الفو أو 700. أذكر يوم جمعة 14 شعبان انطلقت فتوته وكانت الظهرية. زلم قطعة غداها وركض لمشاجورة بشمغ ما لحقت تلبس البيرية. الفتوى على النص وهدينا محروقين، الفتوى على النص وهدينا محروقين. خل تكمل وطلعوا صحنا لا هي الظهر قال العصر ردن محافظتين. الظهر قال العصر ردن محافظتين. وفزع لخت بحجاب ابن الشروقية. الظهر قال العصر ردن، لا مو هي والله، الظهر قال العصر ردن وفزع لخت حجاب ابن الشروقية. وبديالا سأل حشداوي وين تريد، قال لهم تنخت بي سنية. بديالة بعدنا بديالة سأل حشداوي وين تريد، قال لهم تنخت بينا لوحدة الوطن. يلا قال لهم تنخت بينا، قال لهم تنخت بي سنية. احنا زماط شايب بي عطر سلمان رقب ترفى نوزع بالعزوبية. وطحت شومة ثواب وهم طيح ردود إذا جاسوا طرف لخت اليزيدية. وردينا العلي بس مو مشي، رديت العلي بس مو مشي مشيول. والسستان صلى وكبر، السستان صلى وكبر. قلوا له القدر نفش لتو ناره بعد شمرة عصا ونحول بداره، بعد شمرة عصا ونحول
برضنا برضنا وينكتل والدنا مو بالحيف. غدا يا قصر الابيض شوف لك شاره، غدا يا قصر الابيض ابونا يطيح والشتال ما مطقوق، لو نقعد ورا لو ناخذ ابونا معزب وكاشف صدر للضيف، تدمت شيبته وما عنده خطاره.